السلام عليكم حبيباتي، صباح الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا مهنيين وبخير وعلى خير. وقبل ما نبداو نشوفوا الفيديو، نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كما راكم تشوفوا البنات، هادو تحضيرات العيد الاضحى، امور كانوا عندي في الدار راح نشاركها معكم تحت طلباتكم. نحب يكون عندي نشاف جديد فال يكون يابسوربي تري تري بيان، راني نحيت له قدامكم يعني الكارتون ديالو، سليله تاع لي شيفون ميكرو فيبر ديالي ولا المنيدلات اللي يكونوا ميكرو فيبر تانيك، حطتهم دائما في سليله كيما راكو تشوفوا. ليانات تسحقوا ليانات بزياده، انا كاين عندي مجموعه تاع ليانات نخرجهم من العيد العيد. كيف كيف تانيك الخيط هذا اللي نربطوا به اللحم كي نحبوا نديروه في الفوق. لي لافات لازم يكونوا عندنا دي لافات، الناس اللي دير يعني الزليف نسحقوا لي لافات بيان سور. الساشيات تاع الكونجيلاتور، انا هادو ما سقسيتوني لا ديرنيغ فوا، قلت لي منين شريتيهم، انا شريتهم من سوبيرات تاع لي سورس، ولا ما لقيتوش عادي يعني دي ساشي اللي يروحوا الكونجيلاتور. وسينو نستعملوا الغلاف الشفاف هذا كيفي بالغرض تانيك، هاهو ليك هذا تانيك نقدروا نخبوا فيه اللحم كساسوا في الثلاجة ولا في المجمد. بيان سور مترق شوا نسحقوا هذا المترق، هذا اللي يجي شويه خشين يسحقوه في الذبيحة تانيك رجال، يعني هاد الامورات اللي نوجدوهم يعني من قبل باش ما يعني ما نقولوش انا نسينا ولا مترق شوا. كيف كيف بالنسبة للناس اللي دير لي غياد تانيك لي توال سيغي البنات، انا هاد التوال سيري يعني يتغسلوا لافا لازم يكون معايا الصابون اللي اكتشفته العيد اللي فات، صابون سيدو يعني طاش تاع الدم، واش نقولكم ضربه بضربه، يعني من اروع الصابونات اللي نحو حيره. هذا في العيد لازم يكون واجد بيان سور، لازم معنا يكون جافيل، هذه حاجه باينه للتعقيم سورتو لا بيريود اللي رانا فيها. امور بسيطه وان شاء الله كاش ما نزيد نشري، ولو انه انا نشري غير الحاجه اللي نحتاجها. هذه الامور كامله عندي راني خرجتهم لكم، يعني ان شاء الله تعيدوا كامله بصحه ولهنا مليح، يعني نوجدوا هذه الامور وما نخلوش روحنا دقيقة الاخرانية وحنا نجريو. المواس طبعا لازم يكونوا عندنا مواس ماضيين، اللي عندها مواس ديالها ماشي ماضيين ما عليها غير يعني تمضيهم. انا هذا الموس الجديد اللي شريته فغيمون رائع، غير كيما راني شاركت معكم المشتريات. وبيان سور نحب دائما يكون عندي القارص ولا الشيح، الشيح البنات نسم به الماء ينحي اللقيا، ما نكتروش برك باش ما يجيش المر، ندير اون برونش تاع الشيح هكذا في القرعة تاع الماء وتشوفوا بلي الماء ديالكم يولي المذاق ديالو رائع، وزيد اون بلوس ينحي هذاك الاحساس تاع رقيق البنه يدور علينا يعني اللحم. فوالا دركا تيك نروح نشارك معكم الفطور ديالي اللي كان عباره على محاجب، شهيدكم ان شاء الله في الجنه. عندي واحد 600 غرام هكاك تاع دقيق رطب، درت له كاس تاع فارينه، درت الملح ونبدا نبل في العجينه ديالي غير بالعقل، يعني درت معكم شحال مره العجينه لكن معليش يعني بكل اختصار، يعني باختصار نعاود نشاركها معكم. انا نبدا غير بشويه بشويه كيما هنا درت زوج كيسان وغير بالعقل ونشوف يعني العجينه ديالي شحال ترفد لي. مادا بينا العجينه تكون شاده روحها ماشي طريه بزاف وماشي يابسه، تانيك تعذبنا. شوفوا العجينه كيفاش تجي، تجي طريه شويه لكن شاده روحها، لو كان تخمو العجينه بالماء ما تحصلوش على النتيجه اللي نحبوها كامله يعني، وتعود العجينه تتحل معنا. فوالا انا نلم العجينه ونخليها ترتاح، وبعد تيك نبدا نعجن فيها، يا نعجنها في البيتخان يا نعجنها بيدي وانا نضيف الماء بشويه بشويه حتى تولي طريه. هذه هي الطريقه يعني اللي تجي فريمون هايله والطريقه السهله. ماذا بينا برك صباح بكري نعاولوا نديروا مسمن ولا نديروا محاجب، نعجنوا الصباح ونخليوا العجينه تاعنا ترتاح. البصل ديالي رحيته في لوغوبو ديالي هكاك، يعني ما يكون مقطع رقيق ما يكون خشين، نخليه يدبل تري تري بيان بالزيت. وبعد كنزيد له الطوم طماطيش تاع الحب انا بيسك رانا في الصيف، وندير العكري الملح والفلفل الكحل، ونخلي يعني الحشو ديالي ولا التكتوكه تاعي تدبل بعقلها وتشرب كامله السوائل وتجي ناشفه باش من بعد المحاجب ما يتقطعوش معايا. ارتحت شويه العجينه، شوفوا هنا لافارس تاعي كيفاش تجي، تجي اكثر من رائعه. لوزت العجينه ديالي وخليتها ترتاح. هنا كان عندي السردين باش نوجدو صباح العجينه ديالي ترتاح، الحشو راهو ليك يبرد، نروح نوجد السردين ديالي اللي نقيه نحيلو لي زيكاي تري تري بيان، يعني نقيه ندوزنو نغطيه ما يجي يجي في الليل، نقلوه تجي البنه ديالو بزاف بزاف هايله. السردين الدجاج هادو كامله كي ندوزنوهم ونخلوهم يعطونا نتيجه مليحه. شوفوا التدبيره البنات كي نقي السردين انا واش ندير، نحطو في ساشي، ساشي داخل ساشي نحطو في الكونجيلاتور، هو يجي الوقت اللي يجو ولادي يرمو لابوبال
ولا نجبدو نحطو ديريكتومون في ساك دو بوبيل حاشاكم، هكذا ما يطلقليش الريحه، ويعني نتفادى كامله تلك اي روائح مزعجه. نحطها في كونجيلاتور، يعني هذيك البرد تاع الكونجيلاتور ما يخليش الريحه تخرج، ومن بعد نرميها. دوزنت السردين ديالي، درت له العكري، درت له الكمون، درت له الملح، درت له فلفل كحل، ودرت له شويه طوماطيش مصبره، خلطته كامله تري تري بيان بالملح، حطيته في ان بول. قلت لكم العشيه قليتو وجربوا انكم دوزنوا السردين ديالكم يعني من قبل وتشوفوا النتيجه، ماشي كيما كي ندوزنوها تو سويت. ودرت بيان سيغ الثوم يا اخي، ثوم، فلفل عكري، فلفل الكحل، كمون، وشويه طوماطيش مصبره، فوالا. ومن بعد تيك يعني نغلفوا تري تري بيان، باش بيان سيغ ماشي الثلاجه ديالنا تولي تريح كامله سردين وتطلق لنا على الفريجيدار. نغلفوه مليح مليح بالفيما ليمونتيغ ونخبيوه في الفريجيدار نهار يعني في الوقت اللي نحب نقليه، نجبدوه ونقليه وتشوفوا كيفاش السردين يجي بنين، فوالا. وهنا راح نشارك معكم تدبيره. شوفوا هنا جبت الـ يعني هذاك السوبر غلو ودرتو في هذا الموس تاع المنشار اللي يجي لاصق في الباطا. زمان زمان انا كنت نحي الغلو ونخليه في القجر، ويعني يجينا صعيب باش نقطعوا لو فيلم اليمونتير. اما بهاد التدبيره يعني كي نخلو لو فيلم اليمونتير محضي في الباطا ديالو ونزيدو هذا باش ما يعودش شاك فوا يعني يطير منا كي نعودو نقطعوا في لو فيلم، نلصقو هكا بلا راديت يقعد لاصق، وتجينا طريقه رائعه تاع الاستعمال. هاكو شتو شحال نستعملو لو فيلم اليمونتير، يحفظ لنا على الخضره ديالنا، يعني نستعملوه في شحال شحال من حاجه، يعني نغلفوا به التباسات تاعنا ولا لي بواط اللي ما عندهمش المغطى، مي كي يكون فيه الموس هكا لاصق ينحي لنا حيره. هادو من التدابير الرائعه اللي نديروهم في المطبخ، فوالا. وهنايا دركاتيك بعد ما ارتاحت لاباط، بيان سور قد ما عطينا لها الوقت ديالها قد ما عطاتنا نتيجه وما عذبتناش، انا نعود ما نجي قريب يعني غندير المحجوبه الاولى الثانيه الثالثه، العجينه تولي ما شاء الله كيما راكو تشوفوا، يعني ما عييتش في العجين ديالها، ما داتليش بزاف الوقت، عطيت لها الراحه برك. شوفوا البنات، انا ما بين الليفي ولا بلاك عندي مسافه ضيقه، مالفان نستعمل التدبيره تاع الجفنه، لكن اليوم حبيت نحل قدامكم المحاجب بلا جفنه، ولو انه قلت لكم ليسباس ما كاش يعني ما عطانيش للطوع. كي يكون عندكم مكان واسع تحلوا العجينه يلزم رقيقه ما كاش، باش يجوا المحاجب ديالكم مرقاق ويجوا مرقين ويجوا بنان. انا نحلها مليح مليح، نطبقها التطبيقه الاولى، ندير الدرسه ديالي على شكل مربع باش يعطيني الشكل الجميل، باش نتبع هذاك الشكل تاع الدرسه. وهذه هي البنات، شهيتكم ان شاء الله في الجنه. كيما راكم تشوفوا ما درتش الحار، خليت الهريسه كل واحد يحل المحجوبه ديالو ويدير فيها الهريسه، واللي ما يحبش الحار يستهلكهم ديريكتومون. كاين اللي يحبوها بالفرماج، دوك تشوفوا معايا حبيبه درتها تانيك بالفرماج كيف كيف، هاديك البصل والطوماطيش وزدت له الفرماج. شوفوا هنا استعملت فرماج شيدار، يجي هايل مع هذيك السخانه اللي يدوب فيها الفرماج، واش نحكي لكم. المهم نطيبهم الطاجين ديالي، نحطو على نار متوسطه ونعسها بيان سور باش نطيبو بيان سور، يعني المحاجب ديالنا يجي اللون ديالهم ذهبي، فوالا. هنايا راح نحل واحد اخرى هاد اللقطات باش يشجعوكم وتنحوا العجز، ولا عندكم يعني العائله ديالكم جهات محجبات، ما عليكم غير تتكلوا على الله سبحانه وتعالى وتنوضوا وتحطوا عجينه على حساب يعني لو نومبر تاع العائله ديالكم. ودوك دقيق الله يبارك، راهو دقيق كامله شباب، نعاونوه بشويه تاع فرينه باش يعني يتحل معنا يعني بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، فوالا. نطبق التطبيقه هكذا ونحط الحشو ديالي اللي يكون بارد بيان سور، جامي نستعملوا الحشو يكون سخون باش ما تتقطعش لاباط، يعني هاد النصائح المبتدئات اللي على بالي بلي كيتبعوني، فوالا. ونحاولوا اننا نديروهم شكل مربع يجي جميل، وهاد الشيء يعني للشكل كامل يجي بالممارسه، هذا ما كان ماشي قضيه انا نعرف وانت ما تعرفيش ولا منك المحاجب. هذه المحجوبه اللي جات بالفرماج، شوفوا انا ولادي يموتوا على هذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، فوالا. كي تتحل يجي الفرماج دايب لداخل، واش نقول لكم ميم تشكتوكه تجي بزاف بزاف بنينه. انا التوابل كشتو واش درت، درت فلفل عكري، فلفل الكحل، تقدروا ديروا راس الحانوت كل واحد والذوق ديالو. ملك المحاجب ديالنا واجدين سخونين، كاين اللي دالهم الهريسه جاو حارين، دوتو توانيا خوتكم كي طيب المحاجب من الطاول فمهم، فوالا. واليوم قلت لازم نشوف دادح واش دارت في سميرة تي في.
على بالكم بلي كي الحصه تاعي صدقوني والله ما نشوفها تلمو الوقت، يعني كي يلحق الوقت نلقى تخوطة خلاص هي جات الحصه. اليوم لقيتها مدام دارت لنا طعام، وش نقول لكم، هايل هايل فريمون. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا لحق وقت العشاء، درت ساشي حطيت فيه شويه دقيق رطب وشويه فرينه، وحطيت في الساشي السردين وبديت بيان سور نستف فيه بالطريقه اللي نعرفوها كامله، وقليتهم وجا واحد السردين واش نقول لكم من يديكم بنين، بنت الثوم الكمون فلفل عكريل فلفل الكحل يجي مشرب بهذيك الدرسه، واش نحكي لكم على غلا، ولا زدتوا له شويه تاع الحار. هذه هي بالنسبه للمحتوى تاع الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله كان عجبكم وان شاء الله مد لكم بتتخ فكره واش ديروا الماكله نهار كامل وحنا حايرين واش نديروا واش نديروا. الوغ هادو من التدابير ومن الافكار اللي يعاونونا في المطبخ ولا في المنزل ديالنا. هذه يا حبيبة قلبي بالنسبة للمحتوى تاع اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، ونقولكم حبيبتي شهدكم إن شاء الله في الجنة، ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.